في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، نفذت وحدة الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة إرضاء المنتفعين بالهيئة بأسوان مبادرة صحة أهالينا التي تستهدف كبار السن لضمان تقديم خدمات صحية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، وتحت إشراف دكتور أشرف حماد مدير الهيئة بأسوان، وذلك بدار المسنين وكاتدرائية الملاك ودكتور أحمد محمدين. دشنت هيئة الرعاية الصحية بأسوان مبادرة صحة أهالينا، وذلك بهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية لكبار السن، حيث أشرفت إدارة الرضا المنتفعين بالهيئة بأسوان ممثلة في وحدة الرعاية الاجتماعية على تنفيذ المبادرة، وذلك بدار المسنين بأسوان. وقد تضمنت فعاليات المبادرة توقيع الكشف الطبي والفحوصات المعملية لكبار السن بالدار، وكذلك تقديم التوعية الصحية حول أهمية الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة. زي ما حضراتكم عارفين، هيئة الرعاية الصحية هي تعتبر برانش أو فرع أو إحدى هيئات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. هيئة الرعاية الصحية هي الهيئة المنوط بها تقديم خدمة طبية متميزة لجميع فئات المجتمع، هي المسؤولة عن الوحدات والمراكز والمستشفيات اللي موجودة في نطاق محافظة أسوان. واحدة من ضمن وأهم إدارات هيئة الرعاية الصحية في أسوان أو في هيئة الرعاية عموما هي إدارة الرضاء المنتفعين. إدارة الرضاء المنتفعين هي الإدارة اللي بتقيس مدى تقديم خدمة طبية متميزة للمنتفعين ولأهالينا في محافظة أسوان. الدار بتخدم فئة معينة، كبار السن على مستوى محافظة أسوان جميعا. تستهدف الدار مجموعة من رواد المعاش وكبار السن، بها نادي للمسنين. بتقدم بخالص الشكر والتقدير للرعاية الصحية بأسوان على تنظيم القافلة بالتعاون مع دار المسنين، استهدفت عدد كبير من المسنين. هيئة الرعاية الصحية بأسوان استهدفت من خلال هذه الحملة تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر. من دار المسنين بأسوان، جمال صيام، قناة طيبة.